الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية فرسان الحلقة وسورة الانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. يا أيها الإنسان، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. ابن الصوت. وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، وما هو قال وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، أنا وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. هذان هم الفارسان مازن وبلال. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.